واكيد متابعين بصباحنا لليوم، يعني ومثل ما تعودنا بحلقات من قبل دائما بنحب نضوي على مشاريع في لها فائده للناس وفي لها فائده ايضا لصاحب المشروع. كيف بلشوا، كيف استمروا، وشو هي العقبات، وهلا كيف وصلوا لمرحله من الابداع تنفذت على ارض الواقع وتسوقت بشكل صحيح وصاروا العالم يطلبوها. رح نحكي اكثر مع السيده دلال الناعمه ونحكي اكثر عن المشروع يلي حضرتك اليوم متواجده لنحكي عنه. اهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. اهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. يا اهلا فيك. خلينا عم نشوف قطع كثير وشغل كثير حلو على الخشب. نحكي قبل ما نحكي عن هي القطع الجميله، كيف بلشتي مشروعك؟ كيف اجتك الفكره؟ لانه عم نشوف بالاونه الاخيره التوجه كثير للمشاريع الصغيره، كل واحد عم يكون له مشروعه الخاص اليوم. هلا اول شيء الانسان بيحب يكون في له مشروعه الخاص اكيد، فبيصير بيفكر انه بالافكار اللي ممكن تكون معه مشان انه يبدا بمشروع معين. انا بحب الخشب، فكرت بانه كيف ممكن انه انا استخدم الخشب لحتى طوعه اعمل منه قطع حلوه متعدده، انه بتكون كثير قطع يعني بتعطي حلاوه للبيت، بتعطي جماليه للبيت، وتكون غريبه عن الشيء الموجود بالسوق، يعني يكون شيء يدوي او شيء لسه ما لنا شايفينه بالسوق. فحاولت يعني قد ما بقدر اني اشتغل بهالمنحات واعمل مشروع خاص لي اكيد. يعني نعم. سيدة دلال، يعني هيك خلينا نحكي عن اول شيء اشتغلتي، كيف كان شعورك؟ كيف كان الأصداء؟ كيف تعلمتي؟ وين تعلمتي؟ على الإنترنت ولا شاركتي بشي دورة؟ هلا أنا بشكل عام عندي شغف بهذا الموضوع، ففي عندي مرأة بالرسم، عندي مرأة بالتصميم، فبديت صمم قطع تقريبا من مثل الجلوب هذا اللي شكله مثل الجوهرة. بديت تقريبا من أول القطع اللي عملتها هاي، عملت كم قطعة، بديت أعرضهم على الإنترنت، وبعدين يعني صرت شارك ببازارات حاول إنه أورجي شغلي للناس. بأي سنة هذا الحكي؟ هذا بال 2018 عفوا، بال 2018 هذا أول ما يعني كنت عم فكر إنه شلون بدي أبدأ، بس لما بديت بشكل حقيقي يعني كان بال 2018. طيب خلينا نحكي عن مشاركتك بالبازارات، قديش يمكن مهمة بالإضافة يمكن فينا نقول العالم الافتراضي للتسويق لمنتجاتك، وبنفس الوقت التواصل من خلال بازارات مع الناس بشكل مباشر، قديش بتعطيك يمكن طاقة من خلال ردود فعلهم؟ الناس بتشوف شغلك على أرض الواقع، ممكن تقول لك كلمة جميلة أو هي استفسار بسيط بيعطيكي هيك حافز لتكملي بهذا المشروع، لأنه أكيد مريتي يمكن بأوقات صعبة لقدرتي تأسسي هذا المشروع. والله الحقيقة أنه البازارات كتير هي عبارة عن سوق كتير حلو، بتعرفك كتير على طبقات مختلفة يعني بالمجتمع، من الزباين، من الناس، من السيدات اللي شغف بهالموضوع. صحيح. فبتفتح لك مجالات جديدة حتى على سيدات الأعمال اللي بتفوت بتشتغل بهذا بشغلات متنوعة يعني، فبصير عندك هيك كمية كبيرة من المعارف اللي هي تعرف شغلك وانت تعرفي شغلهم. فكتير كانت يعني قصة البازارات بالنسبة إلي شغلة كتير والله مهمة بالبداية، مشان إنه عرف الناس على شغلي أول شيء، وأنا أتعرف على الناس يعني فادوني وفتهم مثل ما بيقولوا. نعم. سيد دلال، يعني معنا كتير قطع ما بعرف إذا عم نشوفهم على الكاميرا فينا نستفيد منهم، ولكن اليوم يمكن أكثر قطع هي مرغوبة، هيك خلينا نتعرف على كل قطعة. أكيد بدها نوع خشب محدد. قلت أنا والله إنه شكل يعني شكلي تماما، بالنوعيات اللي جبتها كمان نحكي عن كل قطعة. فأنا يعني اشتغلت كتير بموضوع الضيافة مثلا. عندك القطع الضيافة هي كانت كتير إنه تصاميم يعني مثل ما قلت لك ما لها موجودة بالسوق. حاولت قدر الإمكان فدخلت مواد مع الخشب، مثلا البلاكسي مع الخشب كانت كمان. هاي شو بتصير؟ علب ضيافة صغيرة وفي منها كبيرة كمان، ما عم أقول لك، وحاولت إنه جيب أفكار معي. وهي للشمعة صح؟ هي للشمعة دانات. تمام. كمان الإنارة، في كثير موديلات للإنارة، عندك الفانوس اللي بالنص للشمعة كمان. هاي الفانوس. هاد. ايه. في منه كمان عملت موديلات كبيرة وصغيرة. الفانوس كثير كمان. بالإضافة لهيك اشتغلت باللوحات، طباعة عبارات، طباعة مناظر باللوحات. كل الخشب حاولت إني استعمل الخشب طب الطبيعي. هي اللوحات اللي مكتوب عليها هي شو؟ طباعة. يعني كيف طباعة؟ بتكون ايه بتستعملي مواد معينة يعني غراء، وبتاخذ مدة معينة. أوكي. لحتى انك انت تنقلي الطباعة للخشب.
وما عملت حاولت استخدم الموضوع الخشب الطبيعي، يعني انه تكون الخشبه كما هي يعني بجمالية الهون الجمالية الطبيعية معالجة معالجة معينة. بس خلينا نحكي عن نوعية الخشب، يعني عم يعني نشوف يمكن الوان مختلفة للخشب، قطع مختلفة، نوعية الخشب تختلف، شو الانواع اللي بتعتمديها وانو الافضل كتير. بس نحن بنعرف يعني كل ما غيرنا نوع الخشب ممكن يكون كمان اكثر تكلفه ماديه خلال الشغل. هلا والله التقييم يعني التكلفه الماديه بالذات هو موضوع الناس يلي بتفهم بقطعه الخشب يعني. هلا في ناس تجي بتقول لك بدي زان، بدي كينه، بدي بيعرف بدي شو جوز. شو بتستخدميه؟ هلا الخشب اللي فيه له جماليه بشكل عام الجوز كثير جميل. عندك الكينه جميله الوانها حلوه يعني بتكون المشمش يعني هالامور، الكرز كله بيعطيك الوان مختلفه وطبعا مثلا شغله مثل هي فازات بستعمل الخشب العادي لها يعني بس انه بيكون في لها جماليتها مع الورد مع الصمد يعني صمدي للبيت وبقياسات كثيره. هي القصص ممكن مدور ممكن مربع كثير عملنا هيك قصص. هلا عندك مثل هذا الجلوبال بالنص كمان قطعه الخشب تبعه طبيعيه اللي من تحت صحيح وحاولنا انه نضيف الاناره عليها الحمد لله ان شاء الله باذن الله موفقين. سيدة لالا كل حدا حابب يتفرج على البضاعه يوصيكي شو اسمها صفحتك؟ هلا صفحتي اسمها وود ارت وانا عندي محل صغير بقاسيون مول اسمه وود وفن. ان شاء الله هيك يا رب هالشغلات الحلوه اكيد تلقى نجاح وتلقى صدى وهيك دائما يكون عندك اقبال واسع. بالختام بدنا نقول لك شو هي يعني الهدف العبره هي الاراده الموجوده عندك انك هيك تنقليها لكل العالم. هلا انا والله بتمنى بس انه اي شخص بالكون بده يعمل اي مشروع او اي فكره بباله لما بيوقع اول مره لا ييأس يعني مره ثانيه وثالثه ورابعه وباذن الله رب العالمين بيوفقه وبيكمل لانه عن جد يلي عنده اراده وعنده تصميم رب العالمين ما بيخذله. وقديش الدعم بيلعب دور يعني المحيط او العائله؟ والله انا كثير عائلتي كانت داعمه وحتى رفقاتي وحتى يعني الحمد لله كان في كثير دعم لي بهالموضوع حتى اخواتي بيساعدوني حتى بكل شيء يعني الحمد لله على كل شيء. نعم شكرا لكم كثير يعني انا كثير سعيده بهاللقاء والله. تشرفنا فيكي اليوم وعن جد شغلاتك كثير حلوه متقنه ومرتبه ما بنلاقي منها وين ما كان اكيد. شكرا كثير لك وموفقه يا رب. شكرا لكم كثير على اللقاء الجميل.